السلام والاحترام أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد وفي مقطع أسطوري إن شاء الله. كما ترون على العنوان وفي مقطعنا هذا سوف نقوم بالإطلاع على جميع تسريبات يوم الخميس إن شاء الله المضمونة 100%. سوف نقوم بالإطلاع على باكجات والأحداث والهدايا، كل هذا سوف نقوم بالإطلاع عليه. أتمنى منكم إشراك في القناة، تفعيل زر الجرس للوصول إلى 50,000 مشترك إخواني الكرام، ساعدوني للوصول إلى 50,000 مشترك إن شاء الله، ويعني صلوا على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الآن خلونا ندخل مباشرة حتى لا يكون المقطع طويل، سوف نبدأ بالأحداث التي يكون لها التجديد إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله. وأول حدث هو حدث إيطاليان ليج، هو هذا الحدث خاص باللفة المجانية داخل باكج نجوم الأسبوع الجديد. ثم الحدث التالي الذي يكون له تجديد يوم الخميس هو هذا الحدث خاص ببطاقة مهارات اللاعبين. ثم الحدث التالي هو جولدن جول كما ترون، يعني حدث خاص ببطاقة ترقية اللاعبين كما ترون، يعني هذا الحدث يكون له تجديد كل يوم خميس. ثم الحدث التالي هو حدث ليجند، سوف يكون حاضر معنا ان شاء الله باذن الله، نحصل من خلاله على لفه مجانيه داخل باكج نجوم الاسبوع الثاني زائد بطاقات مهارات اللاعبين ان شاء الله. اما بالنسبه للحدث الاخير الذي يكون له تجديد يوم الخميس هو الحدث خاص ب 50 كوينز بعد دخولنا الى هذا الحدث. ما عليك يا اخي الكريم فقط لاعب بتشكيله كلها من الدوري الايطالي، ثم اتمام ثلاث شروط الحصول على نقطه، ثلاث نقاط وخمس نقاط، بعدها مباشره سوف تحصلون على مكافاه هذا الحدث 50 كوينز مجانيه. أما الآن يا أخي الكريم بعد انتهائنا من الأحداث سوف ننتقل إلى الباكجات. سوف نبدأ بتسريب أول باكج وهو باكج خاص بالإيبيك، سوف يكون مكان باكج إنتر ميلان، والباكج المتوقع نزوله هو خاص بفريق يعني روما، يتكون من ثلاث لاعبين. أول لاعب وكما ترون على الشاشة وهو كانديلا في مركز الال بي بليفل 98 داخل التشكيلة، ثاني لاعب وهو إلدر في مركز سي بي بليفل 97 داخل التشكيلة، ثم آخر لاعب هذا الباكج وأقوى لاعب هذا الباكج وببطاقة بيك تايم إيبيك وهو طوتي في مركز أي إم إف بليفل 100 داخل التشكيلة إن شاء الله. أما بالنسبة للباكج الثاني الذي سوف نقوم بالإطلاع عليه وهو باكج شو تيم الجديد إن شاء الله، سوف يكون حاضر معنا باكج شو تيم خاص بفيزيوناري باس كما ترون، يتكون من ثلاث لاعبين، وأول لاعب أرشحه أن يكون داخل هذا الباكج وهو مودريتش في مركز سي إم إف بليفل 101 داخل التشكيلة، ثم إنريكي دي يونغ واللاعب التالي في مركز سي ام اف بليفل 100 داخل التشكيله، ثم اخر لاعب هذا باكج وهو دي بروين في مركز اي ام اف بليفل 101 داخل التشكيله ان شاء الله. اما بالنسبه للاعب التالي الذي اتوقع نزوله ولكن بنسبه قليله وهو اوديغارد في مركز اي ام اف بليفل 100 داخل التشكيله ان شاء الله. كما ترون هذا هو الباكج الشو تيم الجديد الذي سوف يكون حاضر معنا ان شاء الله يوم الخميس. اما الان سوف ننتقل الى باكجات نجوم الاسبوع الجديده. كما تعلمون اللعبه تقوم باضافه باكجات سبق لها وان كانت حاضره معنا داخل اللعبه سابقا، وسوف تقوم باضافتها كالباكجات الموجوده امامكم. واول باكج سوف يكون حاضر معنا هو هذا الذي امامكم على الشاشه، يتكون من 22 لاعب، لدينا الحق في 22 لفه حتى نقفل الباكج، ومن اهم لاعبي هذا الباكج وهو هالاند بليفل 99، ثم اللاعب التالي هو اوديغارد، كذلك سوف يكون حاضر معنا بيدري ولويس البرتو، كذلك جيرارد مورينو واللاعب التالي، ثم ديمبيلي واوسيمين ودافيد سيلفا كما ترون على الشاشه، كذلك باقي اللاعبين. اما بالنسبه للباكج الثاني الذي سوف يكون حاضر معنا وهو الذي امامكم على الشاشه، ويتكون من هالاند يا اخي الكريم بنسخه 99، كذلك توني كروز، ثم اللاعب التالي وهو بوين، ثم دي لورينزو، كذلك غافي وراشفورد وتياغو سيلفا، كذلك ديبالا وبنيادير، واخيرا رامسدال، ثم باقي اللاعبين سوف تكون نسخهم نسخ عاديه كما ترون على الشاشه. اما الان يا اخواني الكرام وبعد انتهائنا من الباكجات والاحداث سوف ننتقل الى الهدايا، ورسميا يا اخي الكريم سوف تكون هدايا اسطوريه هذا الاسبوع من بينها، وكما ترون على الحمله الاسبوعيه سوف نحصل على لفه مجانيه داخل باكج الشو تيم الجديد، كذلك سوف نحصل يا اخي الكريم على لفتين داخل باكج نجوم الاسبوع كالعاده يا اخي الكريم، وذلك باضافه مهمه جديده هنا يا اخي الكريم، ثم سوف نجمع يعني 20 مهمه ونحصل على لفه مجانيه داخل باكج الايبيك باذن الله. هذه كل تسريبات بيس موبايل ليوم الخميس، اتمنى منكم اشتراك في القناه ونلتقي في مقطع جديد باذن الله.